من تونس ينضم إلينا ياسر دبابش مراسل الغد. إذا تفاصيل أكثر لديك حول هذا الموضوع ياسر. يرى تفاصيل أكثر هو التجاذب السياسي والخلافات ما بين الكتل النيابية المختلفة تحت قبة البرلمان هي ما أدت للفشل الثامن على التوالي في اختيار أعضاء المحكمة الدستورية. هذه المحكمة التي أثير الجدل حولها مؤخرا، لاسيما بعد إصابة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وعكة صحية وصفت بالحادة آنذاك. كثرت التساؤلات، وسيما وأن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها الحديث عن ما إذا هناك شغور وقتي أو دائم في منصب الرئاسة التونسية. حالة من الشد والجذب استمرت لشهور، وأيضا في الأسابيع الأخيرة كر وحديث وتبادل للنقاش ما بين الكتل النيابية برئاسة محمد الناصر ورؤساء الكتل لم تفضي إلى أي توافق يذكر، والنتيجة كانت كما تبعنا منذ قليل هو عدم حصول أي من المترشحين على الأصوات المطلوبة من نواب البرلمان، 145 صوتا كفيلة بنجاح أي عضو من الأعضاء المترشحين الذين هناك يعني يوجد خلاف كبير على هوياتهم، لا سيما العياشي الهمامي الذي رفضته كتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس بزعامة محسن مرزوق. لاحظنا أيضا بأن هناك عدد للغيابات لا بأس به من نواب البرلمان، ونحن نتحدث عن 177 نائبا من أصل 217 فقط شاركوا في عملية التصويت غير الأوراق الملغاة وأيضا التي لم يتم اعتمادها في نتيجة التصويت. كذلك الحال لم يختلف الأمر كثيرا، ليدلل أن هناك أيضا خلافات حول هيئة مكافحة الفساد يارا، حيث لم يتم انتخاب أيضا أعضاء هيئة مكافحة الفساد. شكرا جزيلا لك ياسر دبابش مراسلنا من تونس.